نتواصل مع حضراتكم مع انطلاقة ضربة البداء لشوط المباراة الثاني. توغل هجومي هنا وهناك العديد من الخيارات. تدخل سليم في اللقطة، بيخلص الكرة، بيبعد الخطورة. لارس شتندل، كرة مع مارسيليا. أوباميانغ، لارس شتندل، رينال لودي، كوندوغبيا. ألا مع أوباميانغ، فرصة كبيرة للتسجيل. أوهو، ماذا يفعل الآن؟ أوهو، الضربة الأولى، يقصون الشريط، يتجاوزون الخط الأحمر، هدف أول في هذا اللقاء. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. الثلث الأخير من هذا اللقاء يبدأ في هذه اللحظات، المتبقي فقط 30 دقيقة. توغل عند الفرصة، ويخرج حارس المرمى تحت الضغط ويمسك بالكرة. مخالفة يعلنها حكم المباراة بانتظار القرار الإداري. أوباميانغ، تقدم هجومي يخترق ولدي المساحة. ما زالت الفرصة قائمة، كرة سهلة جدا لحارس المرمى. ربع ساعة تفصلنا عن نهاية اللقاء. تتحول إلى رمية تماس. لارس شتندل، خطيرة عند شتندل، تدخل قوي هنا في البوكس. أجواء خيالية في ملعب المباراة، أهازيج، صخب، ضرب، الله على الفريق المستضيف. يقترب الأمتح، يهرب بالكرة، مر فيها، انطلق فيها، راح، ينجح. ركلة جزاء تأتي، لو سجلت فإنها ستقتل أي أمل في العودة بالنتيجة. ركلة، فرصة متاحة للتسجيل من أوباميانغ، فرصة تسجيل هدف الأمان من الضربة الركنية. كرة هدف في هذا التوقيت، يا الله يا رب، هدف في الدقائق الأخيرة، هدف يعزز التقدم ويجعل الفوز مسألة وقت لا أكثر. لقطة لهذا الخطأ الفادح من حارس المرمى، أين كان التمركز؟ تصرف ممتاز من الخصم اللي وضع الكرة في الشباك بكل دقة. هدف يوسع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. فالنتان رونجير، فرصة لوضع الكرة في الشباك، الخطورة مستمرة. أوهو، يسجل هنا لحسم النتيجة وتأكيد التفوق، لا يترك أي شكوك الآن حول ضمان الانتصار. ثلاثة أهداف مقابل لا شيء هي النتيجة الحالية، تقدم مريح جدا بثلاثة أهداف كاملة. تأتي الصافرة في هذه اللحظات لتعلن عن فوز مارسيليا بالمواجهة. أداء استثنائي من الفريق، تحكم كامل في أرضية الملعب، استحقوا الفوز بهذه النتيجة.